لقاء بميناء عنابة جمع الوزير أحمد بداني ومهنيي الصيد البحري للوقوف على مجموعة من المشاريع التي من شأنها تحسين الظروف المهنية لعمال القطاع وكد زيادة القدرة الإنتاجية. اليوم نحن على متن هذه السفينة على مستوى ميناء عنابة. طبعا لاحظتم معنا تقريبا كل ما يتعلق بالحماية الاجتماعية للمهنيين، خاصة بالنسبة للضمان الاجتماعي، بالنسبة لنظام التقاعد، بالنسبة لي أيضا كل ما يتعلق بقضية كارت شيفا. وعلى هامش الزيارة وقف الوزير على جاهزية أول سفينة صيد تونة مسجلة بميناء عنابة، والتي تحمل اسم الشهيد مصطفى بن بولعيد. وببلدية البوني عاين الوزير مشروع إنجاز ورشة بناء وإصلاح السفن التي ستعمل بعد دخولها حيز الخدمة نهاية سنة 2025 بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 سفن سنويا، ما من شأنه توفير 70 منصب مباشر. برنامج طموح في هذا الجانب، خاصة مع قانون المالية لسنة 2024 اللي فيها تحفيزات مالية لكل المستثمرين، سواء عجز على مستوى الموانئ، ميناء فقط واحد على مستوى عنابة، وميناء صغير على مستوى الشطيبي، غير يعني يمكن أنه يمكن يستوعب كل هذا القوارب. الزيارة توثقت بتوقيع عدة اتفاقيات تعاون بين مديرية الصيد البحري وتربية المائيات ومديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون أخرى بين جمعية مجهزي السفن ومركز الابتكار.